قد تكلف الفريق غاليا في باقي المشوار، والفريق اللي يحب يمنع يلزم ياخذ بايو على بكري. الكره في منطقه الجزاء، تمهيد خطيره، الكره للبنزرتي والهدف الاول، اولى اهداف المباراه للسي ابي، اولى اهداف المباراه جاسم الحمدوني. جاسم الحمدوني يسجل اولى اهداف المباراه للنادي الرياضي البنزرتي ويفتتح التسجيل في ملعب حمد العواني. روض الكره بالصدر ووضعها بعيده عن الحارس علي القلعي الذي اكتفى بالمتابعه، وتاتي اولى اهداف المباراه. هذه عاده الترويض، كنترول بالصدر كما يلزم، وكره بالاكستيريور دو بي في الشبكه الجانبيه، كره لم تترك فرصه للحارس علي القلعي. لا تصدر الكره بامتلاك لصالح النادي البنزرتي، ياخذ الكره بلال السعيداني، طويله في اتجاه حمزه المسعدي، يعمل الترويض بصدر المسعدي، ما زالت الكره للنادي البنزرتي، ياخذها المسعدي، يلعب على الجهه اليمين داخل منطقه الجزاء محمد الحبيب، يكن ايش يعمل يكن بالكره، كره الثاني زياد العنال، الهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي البنزرتي، الهدف الثاني للسيابي. ممتازه المراوغه على الجهه اليمنى وتخريج الكره بكل راحه، يلقى روحه وجه لوجه مع الشباك زياد العلالي، يعمل الكنترول، يصوب تصويبه ويسجل بها الهدف الثاني، وبالتالي ينهي بها منطقيا المباراه ويحقق بها الانتصار للنادي البنزرتي امام الشبيبه القيروانيه لتتعقد امورها اكثر. هذه الاعاده، شوف الانطلاقه من محمد الحبيب، لكن يعمل المراوغه، يعمل كل شيء، يصنع الهدف ويعطي كره في تبقى من ذهب